من الموضوعات المهمة جدا في جدول الأعمال. باتريرك موسكو وسائر روسيا كيريل، مديرة ومنسقة هذه الجلسة مديرة معهد أفريقيا إيرينا أبراموفا. أصحاب الفخامة، سيداتي وسادتي الزملاء والأصدقاء، إننا نبدأ الجلسة العامة للقمة والمنتدى الاقتصادي والإنساني الثاني روسيا إفريقيا. الكلمة الآن لرئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، فليتفضل مشكورا. شكرا. سيد الكريم السوماني، السادة أصحاب الفخامة، رؤساء الدول والحكومات وممثلو بلدان القارة الإفريقية، سيداتي وسادتي، قبل كل شيء أود أن أرحب بكم ترحيبا قلبيا هنا في سان بطرسبورغ. أشكركم على كونكم قد استجبتم للدعوة الموجهة إليكم لحضور هذه القمة. وفي بلادنا أنتم تتواجدون بين أصدقائكم وأصحاب نفس الأفكار. إن تشكيلة المشاركين في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي والإنساني واسع التمثيل، مما له دلالة أن برنامج قمة روسيا أفريقيا يبدأ من هذه الفعالية، وشعاره التقنيات والأمن من أجل التنمية السيادية لما فيه خير الإنسان. هذا الشعار يكتسب أهمية كبيرة، ونحن هنا سوف نناقش كل المسائل المتعلقة بالأجندة المالية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والاجتماعية بالربط مع ما يشهده العالم من متغيرات في المجالين الرقمي والإعلامي. وأهم هدف هنا يكمن في توطيد رفاهية مواطنينا وتحسين ظروف معيشتهم وحل قضايا الساعة. أود الإشارة إلى أنه في إطار ورش العمل المنبثقة من المنتدى والخاصة بالطاقة والقطاع اللوجستي والنقل والزراعة والأموال والصحة العامة، تجري العديد من النقاشات البناءة والمفيدة، ويتم دراسة أفكار جديدة بشأن مشاريع مشتركة جديدة. قدرات إفريقيا بديهية للجميع، فمثلا معدلات النمو والناتج القومي المحلي للقارة في خلال السنوات العشرين الأخيرة تفوق المعدلات العالمية. عدد السكان يقترب من 1.5 مليار نسمة، ويتزايد بشكل أسرع بالمقارنة مع أي مكان آخر في العالم. ونمو الطبقة المتوسطة أيضا يسبق المؤشرات المماثلة في معظم المناطق. روسيا مهتمة وحريصة على تعميق الصلات التجارية والاستثمارية والإنسانية مع إفريقيا، ما يستجيب لحاجات دولنا ويساعد على النمو والازدهار. وأود الإشارة إلى أن التبادل التجاري بلغ 18 مليار دولار في العام الماضي، وإني على يقين بأننا نستطيع أن نزيد من حجم التبادل التجاري في المستقبل. ففي النصف الأول من السنة الجارية نما حجم عمليات التصدير والاستيراد بالثلث، وبنيت أو هيكل التبادل التجاري أكثر من 50% من التوريدات الروسية أفريقيا يعود إلى الماكينات والمعدات والمواد الغذائية.
إننا ندرك أهمية كبيرة لتزويد الدول الإفريقية بالمواد الغذائية، وهذا الأمر في غاية الأهمية بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ولدعم الاستقرار السياسي. لذلك سوف نولي أهمية كبيرة لتوريدات القمح والشعير والذرة وغيرها من المحاصيل الزراعية للبلدان الإفريقية كمساعدة إنسانية أو على مستوى البرنامج الغذائي للأمم المتحدة. التجارة بالمنتجات الزراعية نمت ب10% في العام الماضي وبلغت 6,700,000,000 دولار، وفي الفترة بين يناير ويونيو من العام الجاري ازداد ب60%. في عام 2022 صدرت روسيا لإفريقيا 11,000,000 طن، وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري حوالي 10,000,000 طن. بالرغم من العقوبات غير الشرعية التي تعقد توريد المواد الغذائية وتعقد القطاع اللوجستي، إلا أن هذا ما يحدث الآن. وهناك صورة مليئة بالمفارقة، فمن جهة الغرب يدعو عراقيل جديدة أمام توريدات حبوبنا، ومن جهة أخرى يتهمنا بشكل منافق بالأزمة الحالية على الأسواق الغذائية العالمية. وهذا الموقف تجلى بشكل واضح أثناء تنفيذ ما يسمى بصفقة الحبوب المعقودة بمشاركة الأمانة العامة للأمم المتحدة، والتي كانت تهدف إلى ضمان الأمن الغذائي العالمي. ولكن خلال سنة واحدة في إطار هذه الصفقة تم تصدير حوالي 32,000,000 طن من الشحنات من أوكرانيا، و 70% منها وردت إلى بلدان ذات مداخيل عالية أو مداخيل أعلى من المتوسط، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، في حين أن إثيوبيا والسودان والصومال وغيرها من البلدان عاد إليها، أرجو الانتباه، أقل من 3% من الحجم العام، أي أقل من 1,000,000 طن فقط. وروسيا أقدمت ووافقت على المشاركة في هذه الصفقة، بما في ذلك بما تضمنته هذه الصفقة من تعهدات برفع العراقيل والحواجز غير الشرعية أمام توريدات الحبوب والأسمدة المعدنية الروسية. وفي هذا كان يكمن الدعم والمساعدة إلى البلدان الإفريقية. ولكن ما من شرط تم تنفيذه فيما يتعلق برفع العقوبات عن توريدات القمح والحبوب والأسمدة الروسية، وكانت هناك عراقيل أمام النقل المجاني للأسمدة المعدنية الروسية إلى البلدان الفقيرة. من مجموع 262,000 طن من مثل هذه الأسمدة أمكن إرسال دفعتين، إحداهما 20,000 طن إلى ملاوي و 34,000 طن إلى كينيا. الباقي بقي في أيدي الأوروبيين، وكل هذا بالرغم من أن الحديث دار عن عمل إنساني لا يمكن أن تشمله العقوبات. طيب، أنتم لا تريدون أن تغني روسيا نفسها وتواجه هذه الأموال لأغراض عسكرية، ولكن الحديث يدور عن توريد الحبوب بشكل مجاني. فانطلاقا من هذه الوقائع رفضنا تمديد الصفقة، وقلت إن بلادنا تتمكن من التعويض عن الحبوب الأوكرانية بتوريداتها سواء على أساس تجاري أو بالمجان إلى بلدان إفريقية، لا سيما أننا نتوقع محصولا قياسيا في هذا العام.
سنكون مستعدين خلال الأشهر الثلاثة القادمة أن نقدم بالمجان لكل من بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية إفريقيا الوسطى وإريتريا حوالي 25 إلى 50 ألف طن من الحبوب لكل منهما، وسنؤمن كذلك نقلا مجانيا لهذه الشحنات. لعل هناك بعض الأرقام الأخرى قد تثير اهتمامكم. أوكرانيا أنتجت في العام الماضي 55 مليون طن من الحبوب، أما الصادرات فبلغ 47 مليون طن، منها 17 مليون طن من القمح. أما روسيا فمحصولها كان في العام الماضي 156 مليون طن من الحبوب و60 مليون طن منها تم تصديرها، ومنها 48 مليون طن من القمح. حصة روسيا في الأسواق العالمية من القمح 20%، أما أوكرانيا فحصتها 5%. وأقل، وهذا يعني أن روسيا تسهم بقسط مهم في الأمن الغذائي العالمي، وتعتبر موردا مسؤولا وموثوقا للمنتجات الزراعية. فهناك من يشوه الوقائع ويقول أو يروج الأكاذيب. على مدى عشرات السنين هم تعودوا على قول الأكاذيب. إن بلادنا سوف تظل تؤيد وتدعم البلدان والمناطق المحتاجة بتوريداتها الإنسانية. نحن نسعى للمشاركة بشكل فعال في تكوين نظام أكثر عدلا لتوزيع الموارد، ونبذل قصارى جهودنا لتفادي حدوث أزمة الغذاء العالمية. إننا على يقين بأن إفريقيا تستطيع ألا تطعم نفسها إن صح القول، ولا تستطيع أن تضمن بشكل مستقل أمنها الغذائي فحسب، بل وتصبح مصدرا لمختلف أنواع الغذاء. فروسيا سوف تؤيد وتدعم ذلك. نحن يوم أمس في أثناء لقاءاتنا الثنائية مع الزملاء الأفارقة تحدثنا عن ذلك، فقال لي الزملاء الأفارقة لدينا إمكانية لإنتاج المنتجات الزراعية. روسيا مستعدة لنقل تجربتها في الإنتاج الزراعي إلى زملائها. روسيا أيضا مهتمة بتطوير التعاون مع البلدان الإفريقية في مجال الطاقة، وهذا التعاون يقوم على تجربة غنية. فالخبراء الروس والسوفيت سابقا بنوا مشاريع وقطاعات للطاقة في أنغولا ومصر وإثيوبيا وغيرها من بلدان القارة بقدرة إجمالية تصل إلى 4.6 جيجاوات، وتم إنشاء ربع كل القدرات الإفريقية في قطاع الطاقة المائية. الآن الشركات الروسية تحقق مشاريع متبادلة نفع جديدة ترمي إلى تلبية الحاجات المتزايدة لاقتصاديات الدول الإفريقية إلى الوقود والقدرات التحويلية. والآن قيد التصميم والدراسة أكثر من 30 مشروعا للطاقة بمشاركة روسيا في 16 دولة إفريقية. القدرات الإجمالية لهذه المشاريع تبلغ حوالي 3.7 جيجاوات. تقدم شركة روسجيدرو مجموعة واسعة من الخدمات إلى شركائنا الأفارقة، ابتداء من التصميم وتوريدات المعدات إلى تحديث المشاريع الجديدة للطاقة. شركات روسية أخرى مثل غازبروم، روسنيفت، لوكويل، زاروبيج نيفت
تقوم بتطوير حقول النفط والغاز في الجزائر ومصر والكاميرون ونيجيريا وجمهورية الكونغو. في سنتين الأخيرتين تزايد بمرتين وستة عشر مرة الصادرات إلى إفريقيا. شركة روس آتوم تقوم بإنشاء محطة ضبع الذرية في مصر، ومؤسسة روس آتوم تستطيع أن تقدم وتنقل خبرتها الفريدة من نوعها إلى البلدان الإفريقية، واستخدام الذرة لأغراض السلمية في الطب والزراعة. يكتسب أهمية كبيرة تعميق التعاون الصناعي بيننا، إن منتجاتنا بما في ذلك السيارات ومنشآت أو معدات البناء معروفة في القارة وتحظى بطلب عال عليها. في إفريقيا تعمل مراكز الخدمات والصيانة الفنية للمعدات الروسية. يتم دراسة أدوات جديدة لإقراض مشتريات الدول الإفريقية لمنتجاتنا الصناعية. الوكالة الروسية لتأمين الاستثمارات تضمن تغطية التأمينية للقروض، كما يتم تشكيل صندوق استثماري لتمويل هذه المشاريع. ففي مصر في منطقة قناة السويس يجري إنشاء منطقة صناعية روسية، ونعول على أن بناء أولى القدرات الإنتاجية سوف يبدأ في هذا العام، وفي المستقبل سيتم تصدير البضائع والمنتجات إلى كافة الدول الإفريقية. هناك تعاون في مجال الاتصالات والمعلوماتية، في مجال الأمن الإعلامي والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي. ولدينا خبرة كبيرة في تقديم خدمات إلكترونية حكومية للمواطنين والكيانات. نستطيع أن نقدم إلى الدول الإفريقية المعنية مساعدة في تشغيل أنظمة مماثلة، ولتوسيع كل مجموعة الصلات الاقتصادية والتجارية من الأهمية بمكان أن ننتقل في التعاملات المالية الخاصة بالصفقات التجارية إلى عملات وطنية بما في ذلك الروبل. ونحن مستعدين لربط وتوصيل المؤسسات البنكية بنظام نقل الأنباء المالية التي يسمح بالقيام بالمدفوعات عبر الحدود بغض النظر عن العقوبات الغربية. روسيا تسعى جاهدة لإعادة توجيه التيارات والتدفقات النقلية اللوجستية إلى بلدان الجنوب العالمي، فممر النقل الدولي الشمال الجنوب الذي نطوره يهدف إلى ضمان خروج البضائع الروسية إلى الخليج العربي والمحيط الهندي ومن هناك إلى القارة الإفريقية. إن ضمان ربط ممر الشمال الجنوب بإفريقيا وتشغيل خطوط الملاحة للسفن. فإن فتح المركز اللوجستي النقلي في أحد الموانئ على الشاط الإفريقي الشرقي أمر جيد لتنفيذ هذه المبادرة، فالضمان لشمول الأوسع للقارة الإفريقية بخطوط الطيران المباشرة برحلات مع روسيا أمر جيد كمان، فإن مشاركة في بناء السكك الحديد في إفريقيا مشروع واعد. هذه المسارات على التي نقترح العمل بشكل مشترك مع الطرف الإفريقي، فروسيا مهتمة بتعزيز الاتصالات متعددة النواحي مع جميع
الأطراف والهيئات والمؤسسات الإفريقية الإقليمية الاقتصادية والتكاملية. نحن نعمل على إقامة جسور التعاون بين الاتحاد اليوراسيا الاقتصادي الذي تشارك فيها روسيا ومنطقة التجارة الحرة في القارة الإفريقية ضمن إطار الاتحاد الإفريقي. نحن مستعدون لمشاركة الأصدقاء الأفارقة بخبراتنا التكاملية على غرار دولة الاتحاد مع بيلاروسيا، روسيا البيضاء. اليوم سنقيم مأدبة العشاء العمل مع قادة ورؤساء الهيئات التنفيذية والمؤسسات الأفريقية الإقليمية، فنحن نود أن نعرض على الشركاء الأفارقة خبراتنا في مجالات مثل عمل مناطق التجارة الحرة، ممارسة السياسات الزراعية المتكاملة والسياسات في القطاعات الأخرى. وأنا متأكد من هذا التعاون التكاملي الشامل على أساس الثنائي ومتعددة الأطراف سيمكننا من زيادة اتصالاتنا مع أفريقيا. كما أريد أن أشير انتباهكم أنه فعاليتها في تعزيز التعاون في مجال الإنساني والاقتصادي أثبتت جدارتها اللجان المشتركة، ولكن لدى روسيا اللجان المشتركة فقط مع كل دولة ثالثة، فقط مع 18 دولة من 54 دولة إفريقية. فنحن نقترح على الدول التي ليس لدينا معها اللجان المشتركة أن نفكر في إنشائها. نحن نعتقد بأن ذلك سيمكننا من توطيد التعاون، كما مستعدون لتوسيع وجود التمثيليات التجارية الروسية في إفريقيا والممثلين التجاريين، مستشارين تجاريين ملحقين في مجال الزراعة والتعليم والاتصالات. نحن يا أصدقاء الكرام سنولي أهمية كبيرة لتوطيد التعاون في مجال التعليمي والعلمي والثقافي في تبادلات الشباب مع الدول الإفريقية. لدينا القدرات والفرص يمكننا العرض على الطرف الإفريقي أيضا، فتعبا في صلب ذلك تدريب الكفاءات مجال واعد جدا. نحن ناقشنا هذا الموضوع مع رئيس الاتحاد الإفريقي. اليوم تقريبا 35,000 طالب من أفريقيا يتلقون تعليما في روسيا، وحصة تزداد سنة بعد سنة على حساب الميزانية الفيدرالية، وفي أثناء الثلاث سنوات الماضية ازدادت ب 2.5 مرة، ولسنة الدراسية القادمة ستكون هناك 4,700 فرصة دراسية. فإن فتح الفروع الروسية للجامعات الروسية في أفريقيا سيمكننا من توطيد التعاون مع المؤسسات التعليمية الأفريقية. فهناك جامعة الشبكة الروسية الأفريقية، فأذكركم في 26 يوليو في سان بطرسبورغ قبل المنتدى تم التوقيع على اتفاقية إنشاء ائتلاف الجامعات والمعاهد الفنية مكامن أفريقيا التي تقتضي بتدريب الكفاءات والمتخصصين في القطاع التعدين والمواد الخامة. نحن سنواصل دعم أصدقائنا الأفريقيين في تنمية ليس فقط تعليم من المستوى العالي، ولكن التعليم والتدريب المهني أيضا. نحن مستعدون إعداد المدرسين والمرشدين الفنيين للمدارس والهيئات الدراسية. نحن مستعدون لبلورة المناهج الدراسية على أساس الدمج بين النماذج الإفريقية والروسية. نقترح النظر في فرصة إنشاء الفرص والمدارس الروسية في أفريقيا بالتعليم باللغة الروسية. أنا متأكد من أن تنفيذ هذه المشاريع ستزيد من سقف معايير الدراسية في بلداننا وستعطينا فرصة جيدة للمزيد من التعاون على قدم المساواة. في السنة القادمة ستبدأ نشاطها لجنة الدولية للغة الروسية، فهي تهتم بكل من يحب اللغة الروسية يستخدمها ويحترم الثقافة الروسية. نحن ندعو الأصدقاء الأفارقة إلى الانضمام إلى نشاطها. ففي 28 دولة إفريقية تم إطلاق مشروع لإنشاء مركز تدريب المعلمين والأساتذة
من مستوى المدرسة الثانوية والحضانات وروضة الأطفال. ومن أجل هذا الهدف نحن نخطط لزيادة قبول الطلبة الأفارقة إلى الجامعات الروسية لتدريب وإعداد المدرسين. فأكثر من 10,000 طالب إفريقي يتعلمون في المعاهد والجامعات الطبية، لأنه الصحة مجال هام جدا في التعاون الروسي الإفريقي. كانت روسيا من بين أوائل الدول التي تقدمت بالدعم للدول الإفريقية في أثناء جائحة كورونا. نحن أرسلنا مجانا إلى إفريقيا ملايين الفحوصات واختبارات روسية طبية، ومعا مع جنوب إفريقيا أجرينا بحوثات علمية لسلاسل جديدة للفيروس الخطير. وفي أثناء الأشهر الماضية نقلنا إلى الشركاء من جمهورية كونغو الديمقراطية لمختبرين متنقلين، ووصلنا تجهيز المركز الروسي غيني في مدينة كينديا التي صنعنا من خلاله أكثر من 20 مستحضرا تشخيصيا، و عملنا في مجال الوقاية ومراقبة الأمراض المعدية. كما تم إنشاء مركز مشترك في بوروندي لأبحاث الأمراض المعدية. وطبعاً تم إعداد البرنامج الروسي الواسع النطاق مع أفريقيا لمكافحة الأمراض المعدية ل 2026، وخصصنا 1.2 مليار روبل لذلك. ففي إطار هذا المشروع سيتم إرسال 10 مختبرات متنقلة وتدريب مئات المتخصصين، ويزداد عدد تبادلات الشباب سنة بعد سنة بين روسيا وأفريقيا. فالممثلون عن البلدان الأفريقية الشباب عن الأوساط السياسية والاجتماعية أوساط الأعمال يشاركون في هذه الزيارات، وهناك الاتصالات مع الأفارقة الذين تلقوا علوما في روسيا. وأنا كنت سعيدا الآن لأنني كانت لي فرصة لأتحدث بالشركاء من الأفارقة الذين يجيدون اللغة الروسية، وأريد أن أغتنم هذه الفرصة كي أدعو الشباب الأفارقة الأصدقاء لزيارة روسيا في السنة القادمة، زيارة مدينة سوتشي للمشاركة في منتدى الدولي للشباب. هذه الفعاليات ستجمع أكثر من 20,000 ممثل عن أكثر من 180 دولة، ونحن نولي أهمية كبيرة للتعاون في مجال اللياقة البدنية والرياضة. فنحن مستعدون لتطوير الاتصالات والتعاون مع الفيدراليات الرياضية الأفريقية. نحن نقترح تكثيف التعامل بين جامعات رياضية في روسيا وأفريقيا، إجراء تبادلات جامعية، إجراء المسابقات المشتركة وبرامج التوعية. ندعو الرياضيين الأفارقة إلى المشاركة في المهرجان الدولي للجامعات الرياضي في مدينة يكاترينبورغ. وفي فبراير مارس السنة القادمة ستقام ألعاب المستقبل في مدينة كازان الروسية، وهذا مزيج شيق جدا للرياضات التقليدية ورياضات التكنولوجية العالية باستخدام الفيديو. ذلك فرصة للمزج والدمج بين الرياضة الكلاسيكية ومبتكرة. فإن الطرف الروسي ينوي إلى تعزيز التعاون في مجال الاتصالات العامة مع القارة الأفريقية فيما يخص مجال المعلومات وكونتنت، تنظيم حلقات ودورات تدريبية للعمال في ماس ميديا، العمل على قدم وساق الخاص بفتح التمثيليات للوسائل الإعلام الروسية في إفريقيا. وكالة تاس روسيا اليوم أرتي فيجيتيركا جريدة روسية. نحن نقترح فكرة رسم فضاء معلوماتي موحد بين روسيا وإفريقيا الذي سيمكن الجماهير في إفريقيا وروسيا من الحصول على المعلومات المحيدة غير المنحازة وموضوعية. وفي الختام أريد
أريد أن أشير مرة أخرى أن روسيا تهتم بالمزيد من توطيد وتعميق وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري متعددة النواحي مع جميع الدول الأفريقية. إنني على يقين من أن فعاليات المنتدى هذا وحلقات النقاش والمفاوضات والمشاورات ستصب في مصلحة ذلك، ستمكننا من تحقيق كافة الأهداف التي حددنا أمامنا. شكرا لكم على انتباهكم. شكرا لكم. شكرا جزيلا يا فخامة الرئيس. أن خطابكم حدد بالدقة وعناية الأفاق المستقبلية ومغزى ومسار التعاون الروسي الأفريقي على ضوء تغيرات في النظام الدولي، فأعتقد بأن المشاركون في منتدانا حصلوا على أجوبة على المسائل والقضايا الآنية تخص أفريقيا وروسيا، فإن التعاون بين الدول على قدم المساواة ذات السيادة هذا الطريق ذي اتجاهين، ونحن الروس دائما نهتم بما هي أفكار ومواقف أصدقائنا الأفارقة من أفاق مستقبلية لتعاوننا، ولي الشرف لأنقل الكلمة لرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي رئيس جزر القمر فخامة السيد غزالي عثماني، تفضلوا. أيها السيدات والسادة، أصحاب المعالي والفخامات، فخامة الرئيس الروسي، سيد فلاديمير بوتين المحترم، أيها قادة الدول الأفريقية الأعلى في الاتحاد الأفريقي، يا سيد موسى فاكي المحترم رئيس المفوضية الأفريقية، أيها ممثلو عن الحكومة الروسية وحكومة مدينة سانت بطرسبورغ، أيها الضيوف والمشاركون في المنتدى الكرام، لي الشرف كبير اليوم لأنني أستطيع أن أنقل كلمات التحية من الاتحاد الأفريقي لقمة روسيا أفريقيا في نسخته الثانية في مدينة سانت بطرسبورغ، وأنا سعيد جدا أنني لدي فرصة لألقي خطابا من قبل منظماتنا عن المواضيع والمسائل الآنية، وأن نناقش أفاق مستقبلية لتعاوننا مع روسيا، وهي الدولة التي تتواجد في قارتنا، وأشكر من صميم القلب ومن اسم الاتحاد الأفريقي السلطات الروسية على حفاوة الاستقبال التي تمتعنا به في مدينة سانت بطرسبورغ وعلى التنظيم الجيد للفعاليات. نحن في فينيسيا الشمال، هذه المدينة الرائعة، وهي تظهر كيف كان مؤسس المدينة بطرس العظيم عبقري، فهذه المدينة تستضيف فعاليات قمة روسيا أفريقيا، واليوم نناقش تاريخنا المشترك. يا أصحاب الفخامات والمعالي، أيها السيدات والسادة، فإن نظام العالم متعدد الأقطاب لا يستطيع ولا يمكنه أن يتقوقع، لذلك أفريقيا تسعى إلى بناء شراكات عادلة مع كافة الدول في المنظومة الدولية وخاصة في المجال الاقتصادي. إن أفريقيا الذي سيعيش فيها قرابة 3.8 مليار نسمة نهاية القرن يريد أن يبني شراكات مع
كافة الزملاء والأصدقاء على أساس الثنائي وعلى أساس متعدد الأطراف، مراعاة لكثرة مواردنا البشرية وطبيعية، مراعاة لوتيرة نمو قاراتنا والعمالة، نحن ننوي إلى التعاون الوثيق. ومن الواضح أن روسيا تحتل مكانة استثنائية في إطار الشراكة معنا، وفي التعاون مع روسيا نحن مستعدون للعمل على كافة القضايا الآنية لأجندتنا الحالية. فإن منتدانا اليوم يأتي في الوقت الحاسم لإفريقيا كما تعرفون، فمن أجل التكامل بيننا وتطوير تعاوننا شكل مؤتمر في نيامي في يوليو 2023، شكلت منطقة التجارة الحرة الإفريقية، ونحن أيضا نطور على الأجندة الإفريقية حتى سنة 2063، وهذه المشاريع لابد من أن تترجم في الفرص الجديدة والإمكانيات الجديدة للشركات المحلية والأجنبية التي هي المستعدة للاستثمار في إفريقيا. وكي نتوصل إلى ذلك، نحقق الأهداف، لابد من أن شركائنا يقوم بتأقلم نشاطها مع الظروف الحالية الإفريقية، مراعاة لأهداف برنامج 2063. لابد من أن تتأقلم العمليات في الصناعة مع الظروف الحالية والحقائق والوقائع الحالية، وأن ترعي الأجندة المناخية. هذه كل المسارات التي نحن مستعدة أن نتعاون بصددها. فعلينا أن نعيد توجيه تعاوننا اليوم من أجل تنويع اقتصادنا، بناء الشراكات، وخاصة أننا اليوم نصدر الخامات، ولكن نعيش مرحلة التصنيع ونعمل على إنشاء فرص العمل الجديدة، الأمر الذي يهم الشباب. لذلك من الضروري الشراكات الحكومية والخاصة في السياق الروسي الإفريقي، الأمر الذي يمكن الجميع الأطراف المعنية بالمشاركة فيه. وطبعا إن القارة الإفريقية تبقى أداة هامة للتنويع الاقتصادي، وخاصة في المجالات الواعدة مثل الزراعة والصحة والتعليم والطاقة وإلى آخر ذلك. وفي نفس الوقت فالشركات الإفريقية والمشاريع تحتاج إلى الدعم لزيادة الإنتاجية وللوصول إلى الأسواق الجديدة. لدينا 80% من الناتج المحلي الإجمالي تأتي من القطاع الخامات والثروات المعدنية. هذا المجال يمكن أن ننفذ المشاريع الجديدة فيه، والقطاع الخاص والحكومي في بلادنا ستشاركان على قدم المساواة في الشراكات ذات منفعة مشتركة. أيها السيدات والسادة، يا فخامات ويا معالي، نحن اليوم نعمل على الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية، وهذه التقنيات سوف تشكل أساسا جديدا لتعاوننا. اليوم تجري ثورة رقمية في قاراتنا،
وهذا سوف يتيح لنا المشاركة في مرحلة جديدة من الثورة الصناعية، وأن نحل على نحو أفضل قضايانا الاقتصادية. فالمشاركة في هذه الثورة الرقمية أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا، وبهذا الصدد لابد من أن نلفت النظر إلى التعليم وإعداد الكوادر والخبراء، لا سيما بين الشباب الذي يجب أن يشارك بشكل فعال في القطاعين العام والخاص وفي إطار المؤسسات المالية. هدفنا المشترك سيداتي وسادتي يتمثل في تحديد الاتجاهات والمحاور الجديدة لتقوية تعاوننا لما فيه خير شعوبنا. اسمحوا لي في هذا الصدد أن أتوقف باختصار عند مشكلة ملحة، ألا وهي توريد الحبوب. بوصف هذه المشكلة مصيرية بالنسبة لنا، فإيقاف صفقة الحبوب قد يؤثر على تعاوننا. روسيا تتعاون معنا وتبذل قصارى جهودها لمكافحة ومواجهة المشاكل التي تتعلق بالقضايا الزراعية والغذائية. فقد وردت روسيا أكثر من 1.9 مليون طن، ومبلغ هذه التوريدات أو الإمدادات فاق 3 مليارات دولار. أود أن أنتهز هذه الفرصة المتاحة لي لأؤكد أهمية موضوعنا، وتحدثنا عنها في عام 2019. الأزمة الأوكرانية تؤثر تأثيرا بالغا على الوضع القائم، لذلك فإن تسوية هذه الأزمة سوف تتيح إنقاذ المزيد من الناس والذين يتوقف مصيرهم على توريدات المواد الغذائية. إن قارتنا تعاني من تأثير بالغ للأسعار عليها، لذلك فإننا نتوجه إلى جميع المشاركين في العملية بطلب يكمن في تسهيل توريدات الأوكرانية والروسية إلى بلداننا. نحن على استعداد للتعاون مع روسيا في كافة المجالات والقطاعات لنضمن السلام والأمن في القارة. نعم، نحن نعتبر ونبذل كل ما بوسعنا لضمان الأمن والسلام في قارتنا. اليوم طبعا تحدث مختلف التطورات، مثل ما حدث في النيجر منذ أيام. نحن نستنكر بشدة الأحداث الأخيرة في النيجر، ونطالب بشدة بإطلاق سراح الرئيس النيجيري المحتجز وعائلته. اليوم من الضروري أن نعمل من أجل إقامة سلام وطيد بين روسيا وأوكرانيا، وهذه هي الرسالة التي توجهها الدول الإفريقية والاتحاد الإفريقي. وأنا بهذه الفكرة كنت عند الرئيس زيلينسكي في كييف، ونتوجه إلى الرئيس الروسي بوتين، وإننا على ثقة بأن نداءنا إلى السلام سوف يلقى آذانا صاغية، لأن البشرية ضرورية بحاجة ماسة إلى ذلك. باسم الاتحاد الإفريقي أدعو التعايش السلمي بين روسيا وأوكرانيا
بين الشعبين الشقيقين، بين الجارين، وأنا شاكر لكم لكونكم تسمعون هذه الرسالة وهذا النداء. نحن اليوم نعمل ونناضل من أجل إقامة نظام متعدد الأقطاب، ونحن الأفارقة ندرك جيدا أن النظام العالمي يجب إصلاحه، بما في ذلك إصلاح الأمم المتحدة. فإفريقيا طبعا يحق لها المشاركة في الفعالة في اتخاذ القرارات، لا سيما بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي. وأنا مثل زميلي الذي سوف يأتي لخلافتي في هذا المنصب سوف نعمل على ذلك. أود أن تؤيدوا هذه الفكرة بالتصفيق، وأتمنى أن القضية العظيمة لتقدم أفريقيا على الصعيد العالمي سوف تؤيدها روسيا، وبين دول مجموعة الـ20 لابد أن تشارك إفريقيا في عمل هذه المجموعة. بدون هذه الصيغة من المستحيل أن نتصور النشاطات الدولية. توسيع التواجد الإفريقي في مجموعة الـ20 أمر في غاية الأهمية اليوم. سيداتي وسادتي، اليوم والقمة الحالية تقدم لنا كل الفرص لكي ندرك بشكل أفضل ما هي الأمور التي يمكنها أن نحققها معا لتوسيع الاستثمارات وتطوير استخدام قدراتنا. وأتمنى أن يقوم هذا المنتدى بصياغة توصيات ملحة لتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في روسيا وإفريقيا. إن قارتنا تثق بمستقبل التعاون الروسي الإفريقي القائم على الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة. إن قمتنا الحالية سوف تتيح لنا التقدم نحو السلام والازدهار لروسيا وإفريقيا لمصلحة شعوبنا. شكرا على حسن سماعكم. شكرا جزيلا فخامة الرئيس، كلماتكم بينت أن وجهات نظر روسيا وإفريقيا حول الأوضاع في العالم والفرص المتاحة لنا متقاربة بل ومتطابقة في عدد من النقاط. وبخلاف القمة أود أن أقول إن ميزة القمة الثانية تكمن في أنها ليس فقط اقتصادية بل وإنسانية، وهذا يعني أن روسيا وإفريقيا تهتمان بقيم روحية إلى جانب قيم أخرى. الكلمة الآن لصاحب الغبطة باتريارك موسكو وسائر روسيا كيريل، فليتفضل. مشكورا. فخامة الرئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، فخامة رئيس اتحاد جزر قمر أزالي السوماني، أصحاب الفضيلة الممثلون العالو المستوى للبلدان الإفريقية، أود أن أرحب بكم من صميم قلبي وأشكركم على الدعوة الموجهة إلي لأتحدث في هذا اللقاء الواسع التمثيل الخاص بتطوير التعاون بين روسيا وإفريقيا. إن هذا المنتدى
حدث مهم في الحياة الدولية، لها أبعاد سياسية اقتصادية وروحية وثقافية. بالرغم من التباعد الجغرافي، فإن شعوب بلداننا تربطها علاقات طيبة. سر هذه الصداقة بسيط للغاية. روسيا لم تنظر إلى القارة الإفريقية على أنها فضاء للحصول على الأرباح أو الاستعمار، ولم تتحدث روسيا مع شعوب إفريقيا بلغة الكبرياء والغطرسة. وانطلاقا من موقف القوة، بل كنا نبدي دائما التضامن والتعاضد في أثناء النضال من أجل الاستقلال وتقرير المصير في البلدان الإفريقية. روسيا سعت بفعالية لتأييد ودعم هذه الشعوب، ثم عملت معها على خلق الحياة السلمية وتطوير المشاريع العديدة في قطاع البنية التحتية. إن المشاعر الطيبة التي تربط بيننا اختبرها الزمن، وأساسها يتمثل في تشابه إدراك الأسس الرئيسية لحياة البشر، الوفاء للتقاليد والنظر إلى العائلة على أنها اتحاد بين الرجل والمرأة، الحب والاحترام للتاريخ. هذه المبادئ كلها مهمة جدا، لدرجة أننا مستعدون للدفاع عنها، والدفاع عنها يجري في ظروف غير بسيطة. فالعالم تغير بشكل ملحوظ خلال العقود الأخيرة. لا أتحدث عن مجرد الخارطة السياسية والعمليات الاقتصادية والتقدم التقني، بل عن المناخ الأخلاقي الروحي البالغ الخطورة الذي يتم تشكيله بجهود البلدان الغربية. فإن تقديس الاستهلاك والحرية التي ينظر عليها على أنها إباحية في كل شيء، وتدمير مؤسسة الأسرة التقليدية، كل هذا ليس إلا قائمة غير كاملة لكل المآسي التي تغرسها منظومة القيم المزعومة الغربية. والحمد لله، فإن هذا الخطر لا تدركه روسيا بل وبلدان إفريقية. إني أعلم على أنه بالرغم من الضغوط الشديدة، فإن أكثرية الدول الإفريقية ترفض رفضا قاطعا تشريع زواج المثليين والقتل الرحيم وغير ذلك من الخفايا. وكل ذلك يأتي ليقرب مواقعنا، مما له دلالته أن دور إفريقيا في شؤون دولية يتزايد باستمرار. مثال ساطع على ذلك هو المبادرات الخاصة بصنع السلام للدول الإفريقية ومشاركتها في حل القضايا القارية والعالمية. إني على يقين بأن روسيا وإفريقيا بإمكانهما أن تعرض على العالم نمطا بناء للعلاقات النسيئة العادلة بين الشعوب. ولكن بعض الدول الغربية ما زالت تتأثر بماضيها الاستعماري، وهي تفكر بعقلية هذا الماضي. أتمنى أن تطوير العلاقات الطيبة بين روسيا والبلدان الإفريقية سوف يخدم تثبيت القيم التقليدية في العالم. هناك أداة إجرامية أخرى في السياسة المعاصرة، وهي إثارة الفتنة الدينية. وهذه الظواهر نالت انتشارا قويا وخطيرا في القارة الإفريقية، وللأسف الشديد يتعرض للملاحقات المسيحيون. فعلينا أن نبذل كل ما بوسعنا لحمايتهم. والخبرة المؤسفة للعقود الأخيرة تدل على أن الاستفزازات الدينية
يتم تمويلها من قبل أولئك الذين يعملون وفقا لمبدأ فرق تسد. فمن الأهمية أن نحول دون تأجيج الفتن الدينية، وهذا الأمر في غاية الأهمية نظرا لطبيعة تشكيلة البلدان الإفريقية المتعددة لديها. إن التنوع الثقافي والقومي هي ثروة لأي بلد، ولابد من صونها والحفاظ عليها. يقطن في بلادنا أكثر من 100 قومية، ويتعايش فيها ممثلو المسيحية الأرثوذكسية والكاثوليك والبروتستانت والمسلمين واليهود والبوذيين. إننا لا نعيش جنبا على جنب على مدى قرون فحسب، بل осознавая особую ответственность за судьбы исторически относящихся к ней народов, стремится делать все, чтобы воспитывать в людях верность правде Божией. لطلبات الأفارقة ومن أجل الرعاية الروحية لمواطنيها، وكذلك انطلاقا من حاجات نشاطنا في إفريقيا، قامت بإنشاء أكسرخية البطريركية في القارة الإفريقية. إلى جانب ذلك، فإن تواجد الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في إفريقيا ليس بظاهرة جديدة لسابقة لها، فهذا الأمر بدأ ينتشر في القرنين 19 و20. ففي الحبشة في عامي 1889-1896 تم بناء كنائس روسية بعد الثورة الروسية، وبعد هجرة اللاجئين من بلادنا افتتح عدد من ممثليات كنائسنا في إفريقيا، في تونس وفي الجزائر وفي المغرب في العشرينيات من القرن الماضي. في 98 من القرن الماضي كنت أحضر تقديس أول كنيسة روسية في جنوب إفريقيا. كرئيس لقسم العلاقات الكنسية الخارجية ومن ثم كبطريرك موسكو وسائر روسيا، زرت 18 بلدا في القارة الإفريقية بكافة جوانبها. وأعتبر أهم مية لقائي مع السيد نيلسون مانديلا في بيته في سويتو حينما تم إطلاق سراحه لقاء مهما جدا، بأنني كنت أجنبي استقبله السيد مانديلا، وهو طلب مني أن أنقل لسلطات الاتحاد السوفيتي جزيل شكره على المساعدة في الدعم والتزويد بكل ما هو يلزم للنضال ضد نظام الأبرتهايد. وأصبح مانديلا في عام 94 من القرن الماضي رئيس جنوب إفريقيا، وأنا ما زلت أحتفظ بذاكرة في ذاكرتي بانطباعات جيدة عنه. للأسف الشديد في عام 2019 رئيس الكنيسة اليونانية الإسكندرية البطريرك فيودور وبضغوط خارجية قرر الاعتراف بمؤسسة انشقاقية في أوكرانيا، وهذه الأوضاع المؤسفة دفعت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية إلى إنشاء إكزارخية إفريقية بطريركية في ديسمبر 21، لكي يتمكن البطريرك اليوناني أن يمثل
كل المسيحيين الأرثوذكس، لكنه تأثر بضغوط شديدة وعمل على إنشاء بؤرة للانشقاق، وكان علينا أن نرد على مثل هذا العمل، وبالتالي قررنا تنظيم حياة الكنائس وعمل الكنائس الأرثوذكسية في إفريقيا. فهناك أناس سكان محليون يعتنقون الدين المسيحي الأرثوذكسي. خلال سنة ونصف افتتح الأكزارخية الإفريقية تابعة للبطريركية أكثر من 200 كنيسة في 23 بلدا إفريقيا، بما في ذلك مشاريع مختلفة خاصة بترجمة عدد من الكتب إلى اللغات المحلية. وللكثير من المهم أننا الكنيسة التي تهتم بالخلافة الرسولية والأسرار المقدسة في المذهب، ونعتنق ونحترم القوانين الكنيسة، ونرفض إرضاء النزعات الحديثة. فلذلك نحن مستعدون لتحسين جودة حياة الناس وتطوير العلاقات بين روسيا وأفريقيا. في الأماكن التي تظهر فيها الكنائس الروسية الأرثوذكسية هناك تظهر المدارس الجديدة وأبار المياه، محطات الكهرباء، مستشفيات ومراكز الثقافة. نحن مستعدون للتعاون مع المؤسسات الدينية الأفريقية الأخرى كمان. وطبعا فإن برشياتنا تحصل على تسجيل مراعاة للقوانين المحلية، وأنا أريد أن أتقدم بالشكر لجميع قادة هذه البلدان، فإن البطريركية في موسكو مستعدة والمنفتحة على جميع المبادرات من شأنها دعم ذوي المحتاجين والذين يعانون. فنحن نتضرع إلى الله، نسأل ربنا بالرفاهية والبركة لكم يا زعماء وقادة البلدان وشعوب بلدانكم، التطور وتقدم والحكمة والصبر والتقوى للجميع ولقادة البلدان. وأنا آمل بأن منتدانا اليوم سيخدم في مصلحة تعزيز تعاوننا وتحسين معيشة شعوبنا في كافة مجالات الحياة الاجتماعية. شكرا لكم على انتباهكم. شكرا جزيلا يا سيد البطريرك على خطابكم الذي قمتم من خلاله بتحليل عميق للعنصر الديني في تعاوننا، وأشرتم إلى أهمية الحوار بين الأديان من أجل تنمية التعاون الإنساني. فإن الضيف الجديد أتت من أمريكا اللاتينية، هي جزء العالم المرتبط بشكل مباشر مع القارة الأفريقية، وأنا عضو رئيسة السابقة لبرازيل حتى 2016 ديلما روسيف، وانتخبت هي بالإجماع للبنك الجديد للتنمية البريكس حديثا. أيها السيدات والسادة، يا فخامة رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، يا أصحاب معالي وفخامة، يا فخامة رئيس الاتحاد الأفريقي رئيس جزر القمر، أيها السيدات والسادة رؤساء وقادة الدول والحكومات، أريد أن أبدأ بالشكر على هذه المبادرة بين روسيا وبلدان إفريقيا، وهذه المنصة جديدة التي سوف تمكننا من بناء عالم متعدد الأقطاب أكثر عدالة. اليوم يواجه العالم الكثير من التحديات والأزمات، وعلى ضوء هذه الظروف غير المستقرة نحن قطعنا أشواطا في
سياق جائحة كورونا التي اجتاحت الدول النامية. نحن نواجه أزمة الدين، فإن سياسات التيسير في البلدان الغربية، ونحن نواجه أيضا أزمات في مجال المناخ، فالاقتصادات في الدول النامية أصبحت لاعبين ذوي الصيت، والبلدان في بريكس تمثل 40% من تعداد سكان العالم، فربع الناتج المحلي المالي العالمي هي تعود إلى دول بريكس. فإن مكانة اقتصادات دول بريكس مرموق، ولا يمكن مقارناته حتى مع اقتصادات دول مجموعة السبعة، فإن سياسات التسيير هي تؤثر على دول النامية. فإن استخدام العقوبات للأهداف السياسية ومحاولات توسيع الفضاء القانوني لدولة ما إلى الخارج لا يحول حتى مشكلة واحدة، بالعكس يدهور المشاكل والمسائل العالقة، وذلك جلي وباين في التداعيات في مجال الأمن الغذائي. نرى ذلك أيضا أثناء قمتنا التي تناقش ليس فقط القضايا الاقتصادية بل الإنسانية. البنك التنمية الجديد لبريكس الذي يحتضن أيضا مصر، الإمارات العربية المتحدة وبنغلاديش، والبنوك التنمية المحلية الأخرى، هي كلها تدعم مبادرة تنمية البلدان النامية في كافة أرجاء العالم، فهي يمكن أن تستخدم العملات الوطنية في تسوية المدفوعات، ذلك أداة استراتيجية في مجال إيجاد توازنا في إيجاد وإنشاء المنظومة العالمية العادلة متعددة الأقطاب. فإن بنك بريكس الجديد تأسس قبل 8 سنوات في سنة 2014 في أثناء قمة بريكس في فورتاليسا، وسنحت لي فرصة لمشاركة في عملية تأسيس مع فخامة رئيس بوتين، لأن البنك تشكل بإرادة 5 دول الأعضاء في بريكس، فذلك البنك يسمى ببنك بريكس، ولكن هو حقا تجاوز هذا الحد ولا يقتصر فقط على هذه الدول. فإن البنك الوطني للتنمية لديه قدرات لادخار الموارد لتهيئة المشاريع البنيوية في مختلف الدول، للاستثمار في البنية الاجتماعية، إنشاء المدارس، جامعات، مؤسسات صحية طبية، وتطوير البنية التحتية المعلوماتية الرقمية. نحن نعرف أن الثورة الرابعة الصناعية والتكنولوجية ستتطلب من الدول النامية تغيرا، بمعنى عليها أن تشارك بطريقة جديدة في عمليات الصناعية الجديدة. لذلك لا نوافق على أن نكون منصة استهلاك المنتجات للشركات الكبرى في مجال المعلومات الرقمية. نحن نولي أهمية كبيرة لتنمية البنية التحتية في الدول النامية ومشاركة اقتصادات الدول النامية في هذه العمليات. نحن في بنك بريكس نرى في ذلك مهمتنا الأولوية، ونحن نشاطر فكرة
تكون أعمالنا تستهدف وتسعى إلى ازدهار ورفاهية شعوبنا والتنمية المستدامة والحد من تهديد الجوع والفقر. علينا أن نقضي على هذه المشكلة في بلادنا. نحن نعمل على أساس أسلوب متعدد الأطراف، فيعمل البنك من أجل نقل ومشاركة الخبرات القائمة والممارسات المتقدمة للتنمية التي بلورتها حكوماتنا. فبنك بريكس للتنمية من خلال تقديم القروض لا يتوقف في ذلك على الظروف الخارجية، فالدول النامية عادة تعتمد على اللاعبين الخارجيين، لذلك تعانون في القرون القادمة. لذلك نحن نريد أن نوسع طيف تأثير لهذا البنك على الدول النامية. نسعى إلى تنويع أعمالنا وخطواتنا إلى تعزيز البنك كمؤسسة لدعم دول الجنوب العالمي. فالدول النامية وخاصة في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية هي شركاؤنا الاستراتيجيون، لذلك نحن نوسع تشكيل المساهمين في بنكنا، كما نوسع أهمية مشاريعنا التي نمولها، ونحن نريد إلى توطيد أقدامنا في المناطق الأخرى. نريد أن نتعاون عن كثب مع جميع الدول الأعداء في البنك. نود أن نبحث عن شراكات مع الدول، ليس فقط العمل على المشاريع. نريد التعاون مع القطاع الخاص في المشاريع ذات أهمية كبرى. إضافة إلى ذلك، نفضل أن نحصل على العائدات والأرباح في أسواق مختلفة وبعملات مختلفة. فبنك بريكس للتنمية سيحصل على مالي في أسواق مختلفة بعملات مختلفة، ليس فقط بدولار أو يورو. يعني بمختلف العملات للدول التي تصنف بالدول النامية. نود أن نزيد حجم المعاملات بعملات وطنية كي نقوي الأسواق الداخلية للدول الأعداء في البنك. نحن نعتقد بأنه من المهم زيادة حصة الاستثمارات الخاصة. نظن أن مشاركين في بنكنا عليهم ألا يعانوا من المشاكل التي تظهر في الأسواق الغربية، لذلك نحن نحدث نظام تسوية المدفوعات متوفرة لدينا. فنريد أن نخلق مصادر جديدة للإيرادات كي تحصل البلدان على الاستقرار. نحن نعرف الآن أن التمويل من خلال العملات الوطنية يقارن بتقريبا 20% من كافة المعاملات في إطار البنك، وفقط ثلث من معاملات للبنك في الصين تجري بالعملة الوطنية. فإن برنامجنا لسنة 2022-2026 تقتضي بمشاركة 30% على حساب العملات الوطنية.
فألفت انتباهكم إلى الاستفادة من العملات الوطنية، أحد أهم الأولويات لنا في بناء هيكلة جديدة للعلاقات المالية في العالم. لا نتحدث عن أنه علينا أن نستبدل العملات، كلا، علينا أن نوسع طيف العملات الوطنية المستخدمة وتوسيع البنية المالية، فإن الدول في القارة الأفريقية، في آسيا، في جنوب أمريكا التي تعاني من تداعيات، والتي لا تستطيع أن تجد توازنا في اقتصاداتها، مثلا فيما يخص نسبة الفائدة. نحن نريد أن نتجنب ذلك، نتجنب الظواهر التي لا نستطيع أن نسيطر عليها. فالبند الثالث المهم للبنك بريكس للتنمية هو تنمية البنية الاجتماعية والشمول الاجتماعي. لا نعتقد أنه من الضروري فرض آرائنا وأفكارنا على الجميع. نحن نستوعب مشاريع مختلفة في مجال التنمية والحق السيادي لكل دولة في تحديد مصيرها. بنك بريكس للتنمية يريد دعم المشاريع من شأنها تقريب الهوة الاجتماعية بين مختلف طبقات، وهو يعمل على تحسين مستوى المعيشة في البلدان. لابد من إيجاد مشاريع بنيوية جديدة كي تصب في مصلحة ذلك. فقد وافق البنك على 98 مشروعا في الدول الأعداء بمقدار تقريبا 35 مليار دولار أمريكي. نحن نتعاون مع البنوك إقليمية مختلفة، مع بنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، ومع البنوك الأخرى التي تعمل في مجال التطوير الاجتماعي والاقتصادي. نتعامل مع الاستثمارات الخاصة، ونعتقد بأن عملنا المشترك يمكننا من تنفيذ المشاريع البنيوية واللوجستية من أجل زيادة مستوى المعيشة في البلدان. أنا على يقين من أن بنك بريكس للتنمية وجميع الدول المشاركة فيه ستصبح اللاعبين ذوي مكانة وكلمة حاسمة في المعاملات. وفي هذا السياق قيمتنا هذه تأتي في وقتها، وهي تعطي أجوبة على المسائل أمامنا من أجل تعزيز التعاون بين دول النامية وفي مصلحاتها. اليوم يتغير عالمنا ويواجه التحديات وتهديدات مختلفة، فنحن نستطيع معا أن نرد عليها ونستجيب لها. وبدون سلام لن يكون هناك استقرارا، وبدون استقرار لن يكون هناك تطورا بمعنى المستدام. وبدون التطور المستدام لن يحقق العالم أي اتفاقيات من شأنها تحسين جودة حياتنا والتواصل إلى الاتفاقيات. شكرا جزيلا للسيدة المحترمة روسيف على كلمتك، ويتبين منها
أن هناك عدد من المؤيدين والأنصار لروسيا وأفريقيا في قارات مختلفة. أما المتحدث التالي فهو يشارك في هذه القمة للمرة الثانية. المرة الأولى كانت في سوشي، لأن مسألة المسألة المالية مهمة جدا بالنسبة لنا. إذن الكلمة مدير البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد سيد بنديكت أوراما، فليتفضل مشكورا. فخامة الرئيس بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، فخامة رئيس اتحاد جزر قمر أزالي الصوماني، سيدتي وسادتي أصحاب السعادة، ممثلو الدول الإفريقية، سيد محمد رئيس هيئة الاتحاد الإفريقي، سيدتي وسادتي، لي شرف كبير وأنا أتحدث أمامكم اليوم في إطار القمة الاقتصادية الروسية الإفريقية 2023. أود أن أشكر فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحكومته والشعب الروسي على أنهم استعرضوا من جديد قوة التفاعل بين الشعب الروسي والشعوب الإفريقية حتى في وقت يواجه فيه العالم تحديات غير مسبوقة. فخامة الرئيس، عندما التقينا في سوتشي منذ 4 سنوات في القمة الأولى، لقد أعلنا عن تمسكنا لتوسيع الصلات التجارية والاستثمارية بين روسيا وأفريقيا، واتفقنا على الوصول بمستوى بهذه العلاقات إلى مستوى جديد، انطلاقا من أننا عملنا معا في الخمسينيات من القرن الماضي حينما نالت العديد من البلدان الإفريقية استقلالها. التبادل التجاري بحلول 2026 يجب أن يبلغ 140 مليون دولار، مليار دولار. إن التبادل التجاري الآن يبلغ 20 مليار دولار، وكل هذا يحدث بالرغم من تفشي جائحة الكورونا والصعوبات والمشاكل التي نواجهها على الصعيد الدولي. بفضل الشراكة بين أفراسيم بنك ومركز أو البنك التصدير مركز أو البنك الصادرات الروسية، نضع أمام عيوننا مهمة مضاعفة حجم التبادل التجاري وحل التحديات المتمثلة في الأمن الغذائي. بيّنت أهمية ضمان الأمن الغذائي في القارة الإفريقية، فالاقتصاد في الدول الإفريقية مرهون بشكل كبير بتوريدات الأسمدة المعدنية من روسيا، لأن جل هذه التوريدات يأتي من روسيا. فالأولوية بالنسبة لبنكنا هو الحفاظ على تدفقات تجارية. نحن نواجه الآن أزمنة تتسم بغياب الاستقرار، وعلينا أن نستخدم ساحتنا للتجارة الإلكترونية لضمان التعاملات
المالية بمختلف العملات لكي يأتي ذلك بشكل بشفافية كاملة. تقدم مختلف الخدمات التي تضمن هذه العملية في إطار هذه الأرضية أو هذه المنصة. بالإضافة إلى ذلك تستطيع البنوك الأخرى أن تشارك في هذا العمل، وهذه المنصة نستخدمها لضمان الحاجات الإفريقية إلى الأسمدة والحبوب، وتم تخصيص 3 مليارات دولار أمريكي لدعم التجاري. 3 مليارات دولار هو قرض تم تقديمه لهذه الأغراض لإحياء العملية التجارية ولضمان حاجات الدول الإفريقية. سنسعى لتطوير تجارتنا وتعاملنا مع الشركاء الروس، وسوف نستخدم هذه المنصة لنسهل عملية تزويدنا بالحبوب. 30 مليون من الأفارقة يعانون من الجوع، وبالتالي علينا أن نبذل قصارى جهودنا لضمان الأمن الغذائي والسيادة في هذا المجال، ولا بد من ضمان الأمن الغذائي بشكل كامل، وهو أحد أولوياتنا. فبنكنا بالتعاون مع مركز الصادرات الروسية يتعاونان في مجالات أخرى وهناك التركيز على تكامل الاقتصاد التجاري وكذلك تطبيق المنطقة للتجارة الحرة، ويتم إنشاء مراكز صناعية، ويتم الكشف عن فراغات في البنية التحتية. بإمكان بنكنا أن يقدم دعما للمستثمرين الأفارقة الذين يريدون الدخول إلى الأسواق الروسية. لذلك نحن نرحب بالاستثمارات الروسية في إفريقيا، ونأمل بأن المستثمرين الأفارقة سوف يلفتون أنظارهم إلى روسيا، لأن الاستثمارات يمكن أن تتحقق باتجاهين، وهذا سوف يؤدي إلى تعزيز العلاقات التجارية. وأتمنى أن روسيا وإفريقيا بناء على مخرجات هذه القمة أن تحقق المزيد من التضامن وتضمن خطوط الإمدادات للحبوب والأسمدة في وقت نرى فيها إخلالا بسلاسل التوريد. ونتمنى أن تجارتنا سوف تستمر، وكنت سعيدا لأسمع من الرئيس بوتين الذي تحدث عن خطوط تجارية جديدة، لأنها سوف تسهل علينا الإمدادات التجارية إلى قاراتنا، كما أننا نأمل بأننا نستطيع أن نجد فرصا لاستخدام الإمكانيات المتاحة من خلال المنطقة الصناعية الحرة. منذ 20 سنة كانت روسيا مستوردة أساسية للمواد الغذائية، أما اليوم فأصبحت روسيا مصدرة ويعود إليها 20% من جميع التوريدات التجارية والزراعية بشكل خاص. فالتجارة والشراكة التي نبنيها سوف يسمح لنا بتحقيق نفس الأهداف خلال فترة وجيزة. شكرا على حسن سماعكم.
السيد راما المحترم، أشكركم أنتم وأشكر جميع المشاركين في هذه الجلسة العامة على كلمتهم، حيث تم تحديد الاتجاهات الرئيسية. أصحاب الفخامة الضيوف، نعلن اختتام الجلسة العامة وأتمنى للجميع عملا ناجحا ومثمرا. شكرا على سماعكم. Ha ha ha.